تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. أعرب معاليه فيها عن أخلص التهاني لجلالته بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022. أكد معاليه في البرقية أن هذا النجاح والاهتمام العالمي بالسباق يعكس ما يوليه جلالة الملك المفدى يده الله من حرص على تعزيز سمعة ومكانة البحرين في مختلف المجالات والتي تعود بالخير على مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته بكل حكمة واقتدار وتحقيق المزيد من المنجزات الحضارية والاقتصادية لشعب البحرين الوفي. أشار معاليه لأن هذا النجاح والدعم والرعاية والاهتمام من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله كان أو من مملكة البحرين لتكون موطنا لهذه الرياضة على مستوى الشرق الأوسط، وأنها تجذب أنظار العالم إليها بفضل ما يتمتع به أبناء الوطن من كفاءة وحرفية عالية في التنظيم. اختتم معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة برقيته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يديم على جلالة الملك المفدى موفور الصحة والعافية، وأن يمن على مملكة البحرين بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.